خلينا بس نبلش. رح نقول لك نحن عملنا مثل خلينا نقول تفييش على مستوى ثروات هول أربعة من كبار الموظفين في الجمرك. عم نحكي مثل ما قلنا عن محمود مسعود، هاني الحاج شحادة، عماد سعد وريمون خوري. ريمون خوري اللي هو مدير عام بالوكالة، عماد سعد اللي هو رئيس دائرة الطرود البريدية، هاني الحاج شحادة هو عضو مجلس أعلى، ومحمود مسعود يلي بعتقد صرتوا تعرفوه ما في داعي ارجع اعرف عنه. خلينا نبلش مباشره من الثروه العقاريه للسيد محمود مسعود بالفيديو رقم 14. عقاراته وعقارات زوجته وسياراته، فقط عقارات شركات ما عنده، بس فقط عقارات في لبنان. انتبهوا على هاي الكلمة، في لبنان. عم بحكي بس عن عقاراته بلبنان، ما عم بحكي أيضا عن حساباته المصرفية. على سيرة حساباته المصرفية بس لتفهموا هول الجماعة شو ممكن يكون عندهم بالبنك. يعني الجماعة اللي عم يدافعوا عن المدير العام الحالي الموقوف السيد بدري ظاهر، فريقه الموجود حاليا عم يطلع ويقول انه بس لقوا بحسابه 500 مليون، علما انه معلومات 500 ألف دولار، وجزء من هذه المصادر الاموال ما تم تبرير مصادرها، جزء منها اقول لا ما تم تبرير مصادرها، غير انه عنده 6 شقق بلبنان او 6 عقارات بلبنان وشقة بقبرص. يعني هلا رح بعد شوي رح اسالك، ما بدي احرجك موضوع يعني بدري ظاهر، رح اسالك ربطا بيحكوا هول عنهم انه رواتبهم، هني عم بيحكوا عن رواتب معينه، هو بس ارقام خياليه صراحه عم بيحكوا عن رواتب هني بيتقضوها. بس عموما خلينا بس نشوف اذا عقارات سيد محمود مسعود بالالفي او اللي هو رقم 15 لو سمحتوا. بنشوف من انه عقاراته هي بشكل اساسي بتتركز بالشوف، ويعني بيسكلي كترمايا، وايضا عنده شقه بمزرعه اخذها بموجب قرض هو وزوجته. مشان هيك خلينا نرجع نشوف الفي او اللي بعده السيد، يعني الفيديو رقم 16، بنشوف كيف انه كنا عم نشوف عقارات زوجته، هلا عم نشوف عقاراته. اذا مجموع عقاراته تقريبا بحدود الاربعه، يعني تقريبا 6 عقارات هو وزوجته. بتفضل تعلق ولا بتسمع شو بيقول هو لما نسأله عن العقارات وعن ثروته؟ 100% خلينا. طيب خلينا نشوف شو رد السيد محمود مسعود لما سألناه عن عقاراته. بالأملاكك، هل تعتقد بأنه أملاكك العقارية المسجلة فقط باسمك وسياراتك تتناسب مع معاشك كموظف؟ يعني راتبك بعتقد ماكسيموم مع التعويضات بيوصل للستة سبعة مليون، هل تعتقد بأنه طبيعية يعني والقصر اللي عم بتعمره؟ أملاكي أنا، الأراضي اللي موجودة عندي أنا ورثانة عن أهلي كلها؟ بمنطقة المعنية العقارية الطقط المعنية شيء ورثانه من خي الله يرحمه توفى مع الأولاد وبيي والحجة. نحن كل أولاد عمه وكل إخواتي عندهم أملاك تقريبا أقل شيء 3-4 عقارات. أنا عندي 4 عقارات ورثانهم عن جدي. جدي لأنه بدك ترجع للهرومي بس والقصر اللي معمره أستاذ، هلا أنا عم عمر بيت بيجي حدا بيخمنه وبشوف اذا يتناسب معي ولا لا. بس هو بس انا بدي اوضح لك شغله انه العقارات مبينين عندي شراء باع مش ورث مش ارث. هلا ما بعرف هل احنا بس تسحب الارومي بس تسحب الارومي العقاريه باسم خليل احمد مسعود الارض اوكي اللي هو جدي، منقوله لخليل مسعود يلي هو بيي، منقوله لرشيد مسعود يلي هو عمي عمي ما عنده اولاد،
منقولة لفاطمة مسعود بحقوق، في فاطمة شاهين بحقوقها. أوكي. منقولة لخي محمد الله يرحمه يلي توفى عنده أولاد. ما عنده ولا ولد. ووصلت لعنده. منقولة لعندي خي مثلا عنده 3 إطارات، خي الثاني عنده 3 إطارات. صحيح، خيك موظف بالدولة كمان، عسكري بالدولة. طيب سؤالي بس، والعقارات اللي باسم زوجتك؟ في عقار من قبل خي الله يرحمه أعطاه إياه. من قبل محمد خليل مسعود. خيك عطاها العقار؟ نعم، سجلنا لأنه أنا عندي كان 3 عقارات، عطى زوجتي عقار. أنا بدي مرتك عندها بس عقار واحد؟ عقارين. أنا مبين عندي عقار. أه؟ نعم. أكيد بس عقارين؟ عقارين لمنطقة المعنيين، نعم. أوكي، طيب هذا توضيحك. سيارات؟ سيارات عندي سيارة موديل 2006. هاي سيارتك اللي باسمك، بس في 3 سيارات باسم زوجتك. وعندي لاند روفر موديل 2006، عندي 3 سيارات، عندي ميني كوبر 2006 ولاند روفر موديل 2006 وبام موديل 2012. اوكي، انت بنقرك هذا بيتناسب، يعني طبيعي موظف يكون معاشه 7 مليون ليرة يكون عنده 4 سيارات. 7 مليون يا استاذ، اذا بترجع انا بقبض بحوالي 20 مليون ليرة بين غرامات وبين رسم خدمات وبين المعاش وبين تعويضات. 20 مليون ليرة؟ تقريبا بين 18 ل 20 مليون ليرة، في بتسحبهم هودي موجودين بالمديرية العامة. أنت شو عم بتحط مع اللجان يعني؟ طبعا أكيد، شو عم بتحط؟ عم بتحط اللجان، هلا اللجان مش دائما رح يحطوك باللجان. لا، رسم الخدمات دائما بدي أعطيك. رسم الخدمات، ما هو قديش كم حصة بدي يطلع لك؟ 7 مليون، رسم الخدمات 7 مليون. رسم الخدمات 7 مليون لما كان 90,000 استاذ، هلا مش عم يطلع فوق ال 45,000 الحصة. لا لا، مش فوتك قصة ثانية، هي قصة انه لحظة يا استاذ محمود، لما طلع هيدي بس سنتين قطعت ووقفوها، لا كانت قبل ال 2017 هيك ولا هلا هي هيك، يعني رسم الخدمات هي سنتين بس وصل هالقد. رسم الخدمات كان من 3 ل 4 مليون، رجع صار من 7 مليون 6 مليون 7 مليون. صار لفترة لسنتين بس استاذ. انا عندي غرامات، انا كنت رئيس دائرة المحاسبة. ايه، رئيس دائرة المحاسبة كل غرامة بتتساوي بمرفق بيروت. انا بيطلع لي حصة منها معينة، كان يوصل الغرامات ل 7-8 مليون بالشهر موجودين بالمديرية العامة شي بتسحبهم. وانا عندي لجان كنت فيها يقبض 4 أو 5 مليون ليرة عن كل لجنة. وعندي معاشي. يعني أنت عم تقول من لما كنت رئيس دائب، لما كنت بدائرة المحاسبة، أنت معاشك 20 مليون بالشهر. لا، أنا عامل لك هلأ. هلأ. مع اللجان. بس بعد في لجان هلأ. بس كنت بدائرة المحاسبة كان معاشي 12 مليون ليرة. 12 مليون ليرة. بين غرامات. وبين رسم خدمات وبين لجان ونحن عندنا مشروع زراعي كمان بنشتغل. ايه بعرف هذا الشيء. موجود يعني. بعرف الارض. وعندي قروض اذا بدك تفوت بتشوف لك شيء 300 400 مليون ليره قروض موجودين. سجل عندك. يعني عليك ديون انت ب 300 400 مليون؟ هودي استعملتهم انا لعمرت. اوكي. طيب انت حبيت. انا في بيت لإلي بايعه. ياخذين قرض اسكان عسكري. بعرف اللي على بيتك على كورنيش المزرعة، ما سألتك عليه. لا، بيتي على كورنيش المزرعة منشر عادي. رئيس جورج، اسمح لي أسألك سؤال شوي محرج، قد ايه معاشك أنت كقاضي؟ 8,550,000. طيب شو شعورك أنه هلا، أنا ما بعرف صراحة، أنا حساباتي مش هالقد، بس أنه عم بقول معاشه 20 مليون، يعني إذا موظفين الجمارك معاشاتهم 20 مليون والجباية هالقد سيئة. يعني أنا ما عارف شو أحكي صراحة، بس أنه أنا بدي أسألك، أنا كشعورك كأنت كجهة رقابية بيقبض أكثر من رئيس جمهورية، وشو هذا؟ وياريت وجهاز فاشل، يعني صراحة عم حاول أختار مصطلحاتي يعني، بس ما أدران. أستاذ رياض، بالنسبة لموضوع يعني الأملاك الخاصة بالأشخاص اللي نحن عم نحقق معهم، هيدي اعتمدناها منذ فترة، وكل شخص منكون عم نعمل تحقيق معه له علاقة بهذا المال العام مش بخطأ إداري، نطلب نفي ملكية وبنعمل مساءلة عن كل الموضوع، ولو كان قبل صدور هذا القانون كنا نعتبره تدبير من تدابير إجراءات التحقيق. اللي بدي أقول لك إيه، أنه اليوم صدر قانون إثراء غير مشروع. صحيح. والتصريح عن الذمة المالية
وهيدا القانون طبعا اليوم عم بيساعد بهذا بهالمجرى من التحقيقات. اليوم كل انسان كل موظف مجبور يكون عم بيصرح عن كل ممتلكاته وممتلكات زوجته واولاده. انا بس بدي اقول لك بهالاطار عندي ملاحظه على القانون انه لم يشمل الا من الفئه الثالثه وما فوق. انا كنت بفضل وملاحظتنا كانت انه لازم القانون يشمل كل شخص يعمل ويتناول مال من المال العام صحيح من ادنى السلم الوظيفي الى اعلى. صحيح. خصوصي اصلا عموما هلا نحن نضطر ناجلها هاي الحادثه، بس يمكن اكيد تعرفها قصه ميشيل فيكاني اللي هو كان كاتب بالجمارك ومتهم باختلاس 4 مليار وطلع فيه تقرير من التفتيش وفصل من هيئه العليا للتاديب، وهذا منه بعتقد حتى موظف فئه ثالثه. عموما هاي للحلقه القادمه. بس يعني طبعا بس انا بدي اقول لك على هالموضوع. نحن دائما اوقات يعني بننطلق من ظاهر الحال ولكن ضمن التحقيقات بنطلب من المعني انه يكون عم بيأمن كل المستندات التي تبرر حيازته ان اذا كانت ارثيه او اذا كانت شراء وكيفيه شرائه وكيفيه حصول الاموال، وبنعمل تحقيق دقيق. بس طبعا بس صحيح، بس كمان في شيء لازم ينعمل. طبعا انا ما شغلتي يعني لكم شو تعملوا، بس انه في شيء اسمه الاستعلام، لانه ممكن وهذا مبين عنا انه بيعملوه انه بينطروا لاولادهم يصيروا بسن الرشد وبينقلوا لهم العقارات على اسمائهم او احيانا على اقرباء عندهم او على اشخاص بيوثقوا فيهم، وحتى ما عندهم مشكله يدفعوا رسم التسجيل ساعتها، بس مهم انه يشيلوهم عن اسمهم مباشره. فبعتقد الاستعلام عن شو امتلك هذا الشخص من عقارات سواء مباشره او من خلال وكاله غير قابله للعزل، وحنفرجيك نموذج هلا عن موظف كبير ايضا بوكاله غير قابله للعزل مثيره جدا للجدل. بس يعني برايي حتى القانون الحالي جزء من ملاحظاتنا كانت عليه انه اليوم استثنى الاولاد الراشدين للاشخاص الذين تولوا المهام العامه. وبالتالي انا كمان عندي نقطه ثالثه على القانون، وهلا من هالمنبر بنقدر نحكي فيها. القانون ايضا يجب ان يشمل كل من تولى وليس من هو اليوم. صحيح، يعني المفعول الرجعي للامور. صحيح جدا. طبعا كل شخص تولى مفروض كان يصرح. خلينا نتوقف مع الثروه العقاريه للمدير عام الجمارك بالوكاله قبل ما ننتقل للفيديو. بس فيك انت ما بدي اقولهم هون، مدير عام جمارك بالوكالة حاليا السيد ريمون خوري، يلي بالمناسبة كان من فترة توزع له انتشر بالجمرك فايل لأنه هو عنده 66 عقار. هلأ هو بيعرف مين اللي وزع هذه اللائحة وبيقدر يخبر الجهة السياسية التي ينتمي لها مين اللي وزع على هذه اللائحة وتبلاه في مكان معين، لأنه في 4 ريمون يوسف الخوري في لبنان كان مفروض فيهم يدققوا بأسماء الأم، لأنه يعني طبعا تختلف هون الأمور. مهم خلينا نشوف شو تبين عنا عنده عقارات. إذن يعني ما بعرف قديش هني تقريبا بيطلعوا 13 أو 14 عقار. خلينا نلعب الالفيو رقم 19 لو سمحتوا. معظمهم بيتركزوا ببجي بجبال بالإضافة إلى عقار بتولى البترول 15 عقار. بعضهم مبين عندي بس أقرأ تفاصيل العقار، للأسف يعني السجلات العقارية سيئة جدا. ما بس نطلب إفادة عقارية ما بينحط مساحة العقار، وهو هذا الأساس مساحة العقار. بس خلينا نقول بأنه بعضهم مبين بتفاصيل العقار بأنه والده كان بيملك العقار. هلا ما بعرف إذا هو اشترى من والده، مبين شراء باع، بس عادة بتصير هذه بعمليات الإرث. بس قبل ما أنتقل لك سيد جورج وأخذ
تعليقك. خلينا نسمع سيد ريمون خوري لما اتصلنا فيه شو كان تعليقه، وأيضا تعليقه بصفته مدير عام للجمارك على تسجيل السيد محمود مسعود. ننتقل إلى الفيديو رقم 20. ألو، مرحبا. أهلا، مرحبا سيد ريمون خوري. نعم، معك رياض أبيسي من تلفزيون جديد. معك رياض أبيسي من تلفزيون جديد. رياض أبيسي من تلفزيون جديد. سيد ريمون لو سمحت، أنا عندي سؤالين حابب استوضح منهم في إلك. واحد يتعلق من موقعك كمدير للجمارك للتعليق عليه، وموضوع آخر يتعلق ب، لأنه في أنا عم حقق بثروة كبار الموظفين في الجمارك، بعترض إذا شفت برومو أنت من بين الأشخاص اللي عم حقق فيهم. طبعا حضرتك تعرف أنه كانت سرب لك بالجمرك وثيقة بأنه كان عندك 66 عقار، حققت بالوثيقة أنا تبين بأنه العقارات المضبوطة إذا ماني غلطان بحدود 14 عقار موجودين بشكل أساسي بجبال بجي وبالبترون، وما هني تحديدا بجبال بجي وبالبتولة البترون. عندك تعليق، هل تعتقد بأنه هذه العدد من العقارات أو هذه العقارات تتناسب مع راتبك؟ ليك، ما عندي جواب. إذا شيء يتعلق بالشغل أكيد عم تقول لي عن شيء عن الشغل دخلك. ما عندك جواب على العقارات؟ لا يعني أنت مصرح عن هذه العقارات بزمتك المالية؟ كمان ما عندي جواب. أوكي طيب، بموضوع كمدير عام، نحن معنا تسجيل لموظف كبير بالجمارك، عم نحكي عن رئيس مصلحة مرفأ بيروت بالوكالة، عم يقول في بأنه شو فيك تعرقلهم بشغلهم على البور، عرقلهم. وبمحل تاني عم بيقول في بأنه ما هو بيقبض وهو بيقبض، وهو قصده مخابرات الجيش والأمن العام والجمارك. أنا عم بقول له لرئيس المصلحة. لا مش أنت، لا رئيس المصلحة عم بيقول قدام موظفين الجمارك، عم يعطيهم تعليمات، عم بيقول لهم شو فيكم تعرقلوا على بور بيروت، عرقلوا وحطوها فيي بظهري. وبمحل تاني عم بيقول إنه الترانزيتير هو ذاته والمستخدم بيجي لهون بفرع بيكون مع الأمن العام والجيش، يعني هيك براسه مطاطي، بيجي لهون بفرع مع علم إنه هاو بيقبضوا وهاو بيقبضوا. هلا رئيس المصلحة مين؟ السيد حنا فارس ولا لا؟ حنا فارس مش عم بحكي عن سيد. هلا عم تحكي شيء جديد؟ محمود مسعود. ايه هلا بجديد يعني الخبرية. لا مش سامع انا، لكن فيك تسأله له عن الموضوع. سألته بس انا عم بسألك انت كمدير عام. شو تعليقك على هذا الكلام؟ لا ما سمعته انا، عم تقول حاطينه يعني منتشر؟ حينشر اليوم، بس انا بدي منك تعليق انت كمدير عام للجمارك، شو تعليقك على انه؟ لا ما عندي تعليق، خلينا نسمع ونرجع نشوف. بدك بقدر سمعك التسجيل اذا بهمك. بس انا ما بعطي تعليق، عرفت شو؟ طيب. الو، بس مجددا انا لان الكل اعطيتهم، ما بدك تعلق ابدا على موضوع العقارات؟ لا اكيد لا. طيب اوكي شكرا. رئيس جورج، أنا ما بدي بتفهم إحراجه، ما بدي أعلق على الموضوع اللي يتعلق بسلوك موظف تحت سلطته في مكان ما أو تحت إشرافه، بس أنا لفتني جدا من أنه رفض حتى يقول أنه هو ها هي العقارات يلي مصرح عنها بتصريح ذمة المالية، يعني هذا مش شيء لافت يعني، عفوا. أنه وهلأ رح نسمع موظف آخر بيقول لي بأنه بليز ما بحب أحكي قدام عاشي، هلأ ما بدي سبق يعني، بس خلينا نشوف. مش شيء كتير لافت بأنه يعني سؤال كتير واضح، انت كموظف مصرح عن عقاراتك اللي مسجلين بالسجل التجاري ام لا؟ بيقول لي ما بدي اعلق على هذا الموضوع. شو تعليقك سيد جورج؟ ليك هيدا موضوع يعني ما بدي اعلق عليه من اذا بدك من جهه رقابيه، لانه يمكن لو السؤال توجه من قبل جهه رقابيه بيكون ملزم يكون عم بجاوب. لا بعرف قصدي، في خصوصيه يمكن معينه. استاذ رياض نحن بدي خبرك شغلي قديما. لا قصدي بس اي خصوصيه، انه هذا موظف عام يعني، يا اما إيه؟ يعني اصلا هو انا من ملاحظاتي، عفوا رئيس جورج، من ملاحظاتي على القانون القديم والحالي ويمكن اللي رح يجي لبعدين، هو سريه التصاريح يعني. انا ما عم بفهم، هذا موظف في الشان العام يتقاضى مالا عاما وعنده سلطه ونفوذ، من حق ببلد اصلا مفلس ومبنشر، اقل شيء ينعمل فيه بانه المسؤولين يكون ثرواتهم معلنه، يعني منا اسرار قوميه. بدي اقول لك تصديقا على اللي عم تتفضل فيه، حتى في ظل القانون السابق انا بعتبر، وهذا كلام قلته باللجنه الاداره والعدل بالمجلس النيابي وباللجنه المال والموازنه،
كل موظف منا دخل الى الوظيفه العامه مهما كانت موقعه او رتبته لما بيحط بمغلف مسكر مجمل ما يملك. هذا التصريح اللي كنا نعمله انا عملته وقت دخلت على القضاء ورجعت جددت وعملته وقت استلمت بالتفتيش المركزي. لما بحط كل مجمل ما بملك وما بتملك زوجتي واولادي اذا انا بكون رفعت السريه المصرفيه، لانه هذا التصريح يجب ان يشمل العقارات ويجب ان يشمل ايضا الحسابات المصرفيه في لبنان وخارج لبنان. لما نحن بنحطهم بمغلف مسكر ذلك يعني اننا رفعنا السريه المصرفيه عن ذاتنا. لهالسبب انا بعده تحقيقات وقت اللي طلبت انه يعطونا كشوفات حسابات ورفضوا ببعض الاحيان، وبالتالي عدنا واقنعناهم بالقانون انه واجب عليكم تعرضوا كل ما لديكم. ولما كان في عقارات مثل ما تفضلت مش محطوط مساحاتها عينوا خبراء وطلبنا تخمين هذه العقارات. طيب اذا لازم يكون التحقيق اليوم شامل، واكثر من ذلك لا يمكن للموظف انه اليوم يقول انا عندي سريه مصرفيه، لانه لما وضعهم بمغلف هيدا المغلف هو ملك الاداره اصبح. صحيح. لما بيكون في اي ملاحقه او اي يعني خطا على الموظف في هدر مال عام هذا المغلف يفترض انه ينسحب ويعمل ينعمل مقارنه من قبل الاجهزه الرقابيه بين الواقع وبين المصرح عنه. تمام، خلينا بس نشوف الثروه العقاريه وسياراته للسيد هاني الحاج شحادي عضو المجلس الاعلى في الجمارك. إذن هذه الثروة العقارية والسيارات، يعني عنده أربع سيارات ست سيارات بيناتهم ثلاثة منهم إنقاذ سيارات فينتج. هو قال لي هلأ منشوف شو بيرد بيبرر هذا الموضوع، بس خلينا نلعب لو سمحتوا الالفي او اللي هو رقم 22 و23 وراء بعض نكشف فيه عقاراته وعقارات زوجته. خلينا نقول اللافت بأنه عقاراته قام مؤخرا بأنه نقلهم على اسم أولاده اللي هني منهم قصر. هو تبريره كان هلأ بنسمعه وباخد ردك رئيس جورج على هذا الأمر. خلينا نسمع شو رد الرئيس جورج بالفيديو رقم 24 لو سمحتوا. نعم. سيد هاني الحاج حادي. نعم. معك رياض أبيسي من تلفزيون جديد. أهلا استاذ هاني، لو سمحت أنا من بإطار تحقيق عم بعمله يتعلق بثروات الموظفين الكبار في الجمارك، عندي بيتبين عندي كم شغلة، لو سمحت حابب استوضح منك أو أخذ منك رد مثل ما عم بحكي مع الكل لا تعطينا موقفك أو شو تفسيرك ل يعني أنا حسب ما مبين عندي في تقريبا ست عقارات باسم زوجتك وفي ثلاث عقارات كانوا باسمك ورجعت نقلتهم على اسم ولادك مؤخرا. عندك تعليق على هذا الشيء؟ هل تعتقد بأنه هذا بيتناسب مع راتبك مش بس حاليا سابقا كمان؟ مضبوط، ست عقارات اني مش ست عقارات اني في عقار مشترك بيني وبينك بس ومتين سنة بس ومتين سنة. مضبوط، في واحد منهم مشترك والبقية يعني خمس عقارات وعقار مشترك بينك وبين زوجتك، وكان في ثلاث عقارات لإلك مؤخرا انت عطيتهم لأولادك سجلتهم باسم أولادك. بتعتقد هذا بيتناسب مع راتبك؟ أكيد. حضرتك انا يعني بحسب معلوماتي تقبض بحدود 13 14 مليون حاليا مع التعويضات. اخذت بقبض لانه انت تجريات بهالموضوع، هذا موضوع حساس وبتعرف ظروف البلد. يعني كانوا عم نعمل عزيمه لحتى
تعرضنا لعصابات الاختطاف ومطالبات بالفديه وشيء من هالقام. لا ليش استاذ حضرتكم شو سر هذا؟ انت موظف عام مش انه عندك شركه خاصه يعني. موظف عام. يمكن بتنطبق على السيد عماد سعد لانه هو حسب ما فهمت هلا من الاتصال معه بانه عنده شركه خاصه بيطلع منها مصاري، بس حضرتك موظف عام. اي انا موظف عام مرتبه معروف قد ايه هو. بس هلا هالقد راتبك؟ من قبل ما كان هالقد راتبك. انا من بالنهايه انا صار لي 28 سنه بدارت الجمارك بيناتهم في حوالي اكثر من. طيب انا 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 كنت رايب اول مش من امبارح رايب اول. صحيح. ورواتبي موجوده وقدمت تصريح الملكيه وعود العقارات مصرح فيهم كل شيء عادي. بس انا يعني عندك 6 سيارات بيناتهم 3 سيارات فينتج يعني سيارات قديمه. لا مش مزبوط. بلا موجودين على اسمك. قديمه بيطلعش حقهم شيء هن سيارات كاريون هون ما مش هالموضوع المهم. طيب يعني انا بس لانه كل شخص عم بساله هو يبرر موقفه. عندي سيارتي الشخصيه وعندي سيارتين او ثلاثه يمكن خردة موجودين في مكان بيشوفهم يعني عشان بنك. طيب انت تصنفتهم خردة عموما جمله وتفصيلا وانا ما عندي ولا سجل اساميهم لو بدي اسجلها ودي ما عارفين تاريخ الملكيه تبعهم كل عقار شريك ما بيلو كارد ببنك اخذهم بقروضي ومسجلين قروضي عندي وقدمتهم بقلب الاسره تحقيق شوف التصريح تعولي. اوكي يعني انت مصرح عن هذه السيارات ببراءة ذمة؟ انا مصرح عن الشيء المطلوب بيتصرح عنه مصرح عنه. العقارات اللي عندي مصرح عنها ولا والسيارات الطاحه للاستعمال المطلوبه مصرح عنها والخرده اللي عم بيعها حديث راحت مبيعت حديث راحت صارت انقاض كمان. انت عندك قصر يعني معمره مجددا هذا عايب الشوم على الحديث عايب الشوم قطعه مشروع افراز على ارض 1000 متر مربع قد ايه بترخص فيها بشحيم 250 متر مربع وحواليها بيوت وهي عباره عن طابقين طابق الابني وحيده انه بعدها بس ملبسه من برا من جوا ما فيها شيء بعد لا فيها كهرباء لا فيها مش غير صالحه للسكن يعملوها قصر ما انت دائما الصور المشروع ما فيش لاش بيبيك ما بعرف يعني انت هيدا البيت مش مسكون يعني من جوا؟ لا اكيد ما في له باب مش بيبيك بالاول ما دقوا بالصوره اللي نشروها الشبيبه هاي بالصور انا بعدني ساكن بشقه ببنايه معمره بي لانه احنا عندنا مش في مئات بقاط كل واحد عمر لاولاده بي قطع حياته بالامن العام طلع متعويض وعمرنا بنايه صغيره كل واحد شقه لايلي ولا اخواتي وساكن وانا ساكن فيها بعدني انا المدير العام الوحيد اللي بطلع وبنزل على بيروت مثل الشاطر ما عندي بيت ببيروت. رئيس جورج انا بعطي كل شخص حقه هو يعني يبرر نفسه بالطريقه اللي بيفضلها بس لفتني شيء بانه لما سالته قديش راتبك قال لي ما يعني ما عم انه ما بده يقول مشان ما يلفت انظار العصابات يلي معقول تخطفهم انه ما عم بفهم ليش رواتب موظفي الجمارك بدها تكون اسرار يعني ما عم نحكي عن ثروه هون عم نحكي عن راتبه استاذ رياض الرواتب معلن عنها بالجداول ولكن لانه بالجمارك في عندهم دائما تعويضات وعائدات صحيح. وغرامات فهيدي بتختلف بحسب المركز 100% بالتالي لهالسبب هدول بيجوا مثل ما بيقولوا اضافات على الراتب الاساسي هدول مش متوفرين بكل الادارات بلبنان هدول موجودين فقط ببعض الادارات صحيح بوزاره الماليه بإدارة الجمارك بالمالية ببعض المؤسسات العامة عندهم هالساعات العمل الإضافية وهالعائدات وهيدا الأمر أنا بقول لك ليش ما حدا بيحب يحكي فيه لأنه بيخلق نوع من لا مساواة بين كل أفراد الإدارة العامة وممكن هذا الموضوع يأثر يعني بيعطلوا هم يكونوا عم بيأثر بشكل أو بآخر على الموضوع التشريعي بمجلس النواب لأنه هذا الموضوع دائما حساس كل ما بتسأل أي موظف بإدارة معينة إذا عندهم عائدات أو تعويضات أو لجان بيتكتم على الموضوع وعادة ما كانوا يذكرون لهالسبب نحن هلأ كمان بإطار على المنصة المعلوماتية اللي طورناها منذ آذار 2020 كنا عم نشتغل على إمكانية ضبط كل الأوضاع وجعل الموظف يكون عم وين ما كان موجود سواء بالبلديات او مؤسسات عامه او الادارات العامه يكون عم بيصرح اذا كان موجود بلجان
لانه اليوم في نص قانوني صدر بقانون الموازنه الاخير انه وكلف التفتيش المركزي يجب يعني عليه ان يدقق ما اذا كان الموظف يتقاضى باكثر من 75% من مجموع رواتبه السنويه. هذا الامر مستحيل نقدر نحن نكون عم نعمله من دون ما يكون في تصاريح واضحه وشفافه. واضح عمرك طبعا. هلا بعد احنا بدنا يعني نعتذر منك، بدنا نستبقيك معنا بعد فتره. بعد الفاصل رح نكون مع ما كشفناه مع عند السيد عماد سعد رئيس دائره الطرود البريديه، وايضا الافاده اللي هو يعني توكيل سند توكيل عقاري للسيد بدري ظاهر لشخص كان مفروض عنده شركه تحت اشرافه. بعد الفاصل. نعود إلى هذه الحلقة من يسقط حكم الفاسد، ومعنا ويرافقنا رئيس التفتيش المركزي السيد جورج عطية. كنا استعرضنا في هذه الحلقة تسجيل سري لرئيس مصلحة مرفأ بيروت السيد محمود مسعود، وأيضا عم نستعرض الثروات العقارية لأربعة من كبار الموظفين في الجمارك. استعرضنا الثروة العقارية لثلاثة منهم وأخذنا ردودهم، وهلأ رح ننتقل عند السيد عماد سعد. ولكن قبل أن ننتقل له والمخالفة التي كشفناها ووثقناها، خلوني لو سمحتوا بس اتوقف عند شغلي، اللي هي بما أنه عم نحكي يعني عن كيف ممكن يكون في تعارض مصالح، لأنه هلأ الملف اللي حنيجي عليه هو له علاقة بتعارض المصالح. كيف أنه مثلا لو سمحتوا المستند رقم 25 بنشوف بأنه معمول وكالة من السيد أليكس دامرجيان للسيد بدري ظاهر بسنة 2015. سيد أليك زمرجا عنده يعني شركات تتعاطى بمجال إنشاء المستودعات وخلافه، والرئيس بدري ظاهر كان بوقتها هو مسؤول المستودعات. منشوف بالمستند يلي بعده اللي هو رقم 26 كيف بأنه السيد بدري ظاهر كذا كذا كذا، هو بوكالته المنظمة لدكاترة شركة بتاريخ كذا كذا عن السيد أليكس دامرجيان. أنا يعني صراحة ما بعرف، وحجرب جنبك الإحراج زي جورج، بس ما على علمي بالعالم ما في إحراج أبدا في بالعالم رئيس جورج، يعني مسؤول بيكون عنده وكالة بيع شراء عن شخص تحت إشرافه، عنده شركات تخضع لمراقبته وإشرافه، بتصير هيدي؟ ليك خليني اقول لك المبدا العام القانوني. المبدا العام القانوني انه الموظف العام لا يجب ان يكون متمتعا بالصفه التجاريه، ويمكنه ان يكون في حال عنده يعني اسهم بشركات بيقدر يكون ممتلكا اسهما لا تضفي عليه الطابع التجاري، ولكن فيما خص الموظفين الذين هم في مجالات رقابيه لا يمكن ان يكونوا مراقبين لشركات يملكون فيها حصصا او اسهما او منفعه ما. هذه رح نوصلها بحاله عماد سعد، بس انا هون سؤالي كيف بيكون هو مسؤول عن شخص، او مش مسؤول يعني هو عنده سلطه رقابيه على شخص وبنفس الوقت معه توكيل بيع شراء منه؟ هلا ضمن المبدا العام اللي قلت لك عنه، هلا الامر الخاص اكيد بيعوز تحقيق لنشوف شو الامور. شقه بتنشرها بتنباع وما بتتسجل على اسم الشخص، يعني هاي الشقه شاريها وبيعها بدري ظاهر من دون ما تفوت بالسجلات العقاريه، يعني بالحد الادنى عندنا تهرب جمركي، تهرب ضريبي. بالحد الادنى خليني ضوي لك على نقطه كثير مهمه بهالخصوص ونقطه اصلاحيه. كل الوكالات الغير قابله للعزل اللي كانت موجوده ما كان حدا يقدر يرصدها، وما كان حدا بيقدر يعرف إذا بدنا نحكي الذمة المالية الحقيقية لأي شخص، طالما في وكالات غير قابلة للعزل فيها تكون عم تعيش 10 سنوات تتجدد بشكل أو بآخر. ولكن اليوم في شيء جديد طرأ على موازنة 2020، وهذا الأمر كثير مهم، اللي هو المكنة، الأفكار الإصلاحية اللي هو مكنة كتاب العدل، تصير سجلاتهم تكون موجودة عند السجل العقاري، صح ولا لا؟ لا، في شيء أهم بعد. نعم. إنه أعطي مهلة زمنية تحت طائلة السقوط لكي تسجل كل الوكالات غير قابلة للعزل، وهي مهلة 4 سنوات على ما أعتقد. بس ما هو عم يشتروا ويبيعوا خلال هال4 سنوات. عموما هذا موضوع بنقدر نتوسع فيه لاحقا، خليني بس لأنه الوقت بلش يداهمنا نشوف ثروة السيد عماد سعد رئيس دائرة الطرود البريدية لو سمحتوا.
إذن هذه ثروة السيد عماد سعد. لو سمحتوا سريعا مشان نبلش الوقت يدهمنا نلعب الرقم 28 ورقم 29 وراء بعض يلي فيهم استعراض لثروته العقارية هو وزوجته، على اعتبار بأنه زوجته أيضا موظفة في الجمارك كما هو واضح. عنده عقارات في، يعني عنده شقتين ببيروت بيناتهم شقة غير الشقة اللي بيسكن فيها، شقة مساحتها 274 متر. هلأ بنشوف قديش هو بلسانه بيعترف حقها بعد شوي. وعنده طبعا قصر معمره بضيعته، هذا فضلا عن ثلاث شقق لزوجته بالنقاش. خلينا نشوف السيد عماد سعد شو رد اول شيء عن ثروته قبل ما نحكي بموضوع انه لقينا انه عنده اسهم بشركتين، بس نحن حنناقشه بشركه وحده منهم، الشركه الثانيه بعدين الى قصه ثانيه. خلينا نبلش برده الاول، فيديو رقم 30. انا لاحظت بانه عندك يعني باملاكك العقاريه عندك شقتين ببيروت براس بيروت، هل تعتقد بانه موظف معاشه ماكسيموم يوصل ل 6.5 مليون 7 مليون ليره بالشهر طبيعي يكون عنده شقتين غير شقته يلي ببيروت؟ يعني عنده ثلاث شقق ببيروت بس. بعطيك حق، لا بس المعلومات خاطئه، انا عندي شقتين ببيروت لحاله. نعم الباركينج بيطلع سنه لحاله. الباركينج بيطلع سند لحاله؟ ايه بنتاكد منك الحال اذا الباركينج بيطلع سند لحاله. بس بدي خبرك شغله. نعم انا مالك الاسهم بشركه تتعرضت للتجاره خارج لبنان. مزبوط، عندك شركه ثانيه ما قربت لك عليها، عندك شركه ثانيه اوف شور. لا فيها شيء غير نظامي، وكل المصاري اللي جاي لعندي انا زلمه ما برتجر الجمرك. بس شركه اوف شور هاي، شركة أوفشور. أوفشور وفي شركة برا. إيه. مش أوفشور. إيه. ما بتتعاطى عمل بلبنان يعني، أنا زلمة مني مرتشي بالجمرك. حضرتك عم بتحقق أعطيك ألف عافية. أنا أستاذ ما جبت سيرة إذا أنت مرتشي ولا لا، أنا سألتك سؤال واضح يتعلق بمخالفة المادة 15 من قانون الجمارك، وسألتك عن شو تبين عندي عندك أملاك عقارية، هلا أنت عم تقول الباركينج بيعملوا له لحاله فرز، هلا متأكد منك الحال. شو هي؟ إذا بدك بعتك على الواتساب. إيه. باركينج سجله لحاله. ما تعذب حالك، أنا بطلبها ما تعذب حالك، بس أنا طالبهم للشقة بس ما تعذب حالك. إذا الاسم 30، إذا الاسم 30 باركينج ببين عنا هذا الشيء، بس عموما أنت بتعتقد شقتين غير الثلاث شقق اللي عندهم اللي عندها يون زوجتك بالنقاش يعني رقم طبيعي؟ زوجتي زم المالية تبعي اللي عم زم الماليه تبع زوجتي. لا لا لا، بالقانون لقانون الثائغ المشروع انت وزوجتك زمي ماليه وحده استاذ. لا مصرح كل واحد لحاله، وهي مسؤوله عن ذمتها وانا مسؤول عن ذمتي. يا استاذ بالقانون الثائغ غير المشروع انت واولادك القصر، هذا القانون مش انا عم بخترعه من راسي. انت كان مارتي مش موظف، مارتي كان رئيس الجمهوريه. مظبوط. بعرف. يعني ذمتها ماليه اللي هذا خبرك، اول شيء الشقه اللي عندها نقاش هي مقاسمة معمرين، بيا بقدم الأرض عطيهم الأرض ورطن إياه. بيا عطيهم الأرض وعمرتها هي وإخواتها. أوكي أوكي طيب. وأنا أوكي. حق شقتي لبيروت الثاني مرفوع حقها من الشركة، من الشركة اللي عم تقول حضرتك ما تحكي تسأل عنها، الشركة الأوفشور. يعني أنت ما شركة الأوفشور قدران تحقق أرباح بملقاء دي حق الشقة شي مليون دولار؟ ماشي مخبخه خيي. اوكي حتى بس الجيل ما بعرف بس عليه شيء بالصوت. اوكي انا استاذ عم بعطيك حقك لانك تبرر موقفك بالكامل. مساله اقتناع الراي العام بذلك من عدمه هذا الشيء بتركه للراي العام. يعني من شركه محقق ارباح مليون دولار اوف شور. هلا بس لحظه، انا قبل ما يعني اطلب تعليقك يا جورج بدي فاجئ، ما احنا لقينا عنده شركه اسمها فري جوزون وعنده اسهم فيها من سنة 2015 لسنة 2020. خلينا بس لو سمحتوا نلعب المستندات 31 لحد 37 نلعبهم ورا بعض. بين معي بأنه سنة 2015 شهد بشركة مشراكة مع يعني كان وقتها السيد عماد بهلوان وأولاده للسيد طلال عيتاني اللي هو كان موظف كبير بالجمرك، وهي شركة تتعاطى بمسائل المنطقة الحرة ببور بيروت. عنده كان هلا بيقول هو قديش كان عنده، ثم تفرغ عن هذه الأسهم بسنة مؤخرا يعني
مؤخرا مؤخرا 2020 بعتقد امتين ب 18/2/2020 يعني من بعد ما او قرب يطلع قانون الاثراء غير المشروع الجديد. مهم في خلينا نقول هون في نص صريح بقانون الموظفين المادة 15 فقرة الرابعة منه بتقول ممنوع عليه أن يمارس أي مهنة تجارية أو صناعية أو أي مهنة أو حرفة. نلعب لو سمحتوا الشيء اسمه 38 المادة 38 لو سمحتوا خلص نقطع المال الفيديو رقم 38 اللي بتقول أن يمارس أي مهنة تجارية أو صناعية أو أي مهنة أو حرفة مأجورة أخرى فيما عدا الحالات التي تنص عليها صراحة القوانين الخاصة أو أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة مخفلة أو شركة توصية مساهمة أو أن تكون له مصلحة مادية مباشرة أو بواسطة الغير في مؤسسة خاضعة لرقابته أو لرقابة الإدارة التي ينتمي إليها. قانون واضح ريزور صح ما لا أخي نسمع رده ونرجع بعدين ناخذ تعليقك بس أنه القانون واضح. وبالمناسبة التفرغ اللي عمله عن اسمه عمله عن أو عمله هذا بس من تلفزيون جديد عمله عن شركة يعني عمله لشريكه بالشركة الثانية اللي شركة الأوفشور. كرمال هيك خلينا لو سمحتوا نسمع الفيديو رقم 39. سيد عماد سعد معك رياضة بيسي من تلفزيون جديد. سيد عماد لو سمحت أنا عندي سؤال حاب أستوضحه منك. أنا بين لي بأنه أنت عندك كنت أسهم بشركة اسمها فريجو زون وحضرتك موظف بالجمارك. هذا بخالف المادة 15 من قانون الموظفين. المادة 15 من قانون الموظفين اللي بتقول انت ما مفروض يكون عندك اي مصلحة مادية مع اي بشركة تحت اشراف ادارة انت موجود فيها. تحب اقرأ لك المادة؟ لا صحيح. المادة بتقول أن يمارس أي مهنة تجارية أو صناعية أو أي مهنة أو حرفة مأجورة أخرى فيما عدا الحالات التي تنص عليها صراحة القوانين خاصة أو أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة مغفلة أو شركة توصية مساهمة أو أن تكون له مصلحة مادية مباشرة أو بواسطة الغير في مؤسسة خاضعة لرقابته أو لرقابة الإدارة التي ينتمي إليها. نعم. شو تعليقك؟ أنا مالي عضو مجلس إدارة. مش القانون ما بيقول مجلس إدارة. القانون بيقول أنا مالك العشرة أسهم. صحيح. شو يعني؟ وإذا بتشوف حضرتك يعني من أي مكان أنا إلي 6 سنين تارك المرفع. وشوف أنت لما بلشت الشركة ما خص أستاذ النص واضح. أنت الشركة أنت من 2015 ل 2020 كان عندك أسهم فيها تفرغت عن أسهمك لشريكك بالشركة الثانية سنة 2020 بس النص واضح أن تكون له مصلحة مادية مباشرة أو بواسطة الغير في مؤسسة خاضعة لرقابته أو لرقابة الإدارة التي ينتمي إليها. تعليقك؟ أنا عن أجلك أنا تارك المرفأ من 2014 بس أنت موظف على البور بس أنت موظف بالجمارك عفوا أنت موظف بالجمارك بالإدارة الجمارك. نعم. ايه يعني هاي الاداره تخضع انت موظف باداره تخضع لها هذه الشركه. طيب بس بدي خبرك شغله. نعم نعم شغله هاي الشركه انا مش فايت عليها من على حسابي ولا فلت منها بس للتوضيح يعني. انا بعرف بشكل عام عن فرد شلون في هدر وفي فساد وانا بكل مسؤولي خيي ما في قرش من الجمرك. هلا انا ما شغلتي احكم بهذا المحل. انا استاذ عماد هيدا الشيء ما له لي بتقوله هذا بتقوله للجهات المختصه. اي مصلحه مصلحه صرايه انا ما جاييني ولا مصلحه. بس حضرتك ليش كنت فيها يا اخي؟ هاي الشركه مش مستفيد منها ولا قرش. استاذ عماد بمعزل اذا مستفيد ولا لا او مش انا اللي بقدر احقق بهذا الشيء. انا عم بسالك سؤال واضح. القانون واضح بيقول بانه انت ما بيكون ممنوع يكون عندك مصلحه ماديه مباشره او بواسطه الغير في مؤسسه خاضعه لرقابتك او لرقابه الاداره التي تنتمي اليها. انا بس عم بطلب منك توضيح على هالنقطه. رقابه الجمارك على المنطقه الحره تقتصر
على الرقابه الخارجيه لعدم تسرب البضائع، يعني ما في كنترول مباشر على المنطقه الحره. سيس بس هي عمليا تصنف منطقه خاضعه لها، لانه كل بيانات يا استاذي كل بيانات اعاده تصدير وبيانات المنطقه البيانات الفري زون خاضعه للجمارك. خيال المنطقة الحرة الجمركية هي كذا أراضي لبنانية. استاذ ترفض معك بتفاصيل أكثر، هيدي الشركة من ضمن اللي موجودين فيها أولاده للسيد عماد بهلوان يلي هو المسؤول الأساسي عن كل بيانات الإدخال المؤقت للسيارات، وحضرتك في مرحلة معينة كنت كشاف على السيارات. يا استاذ بصرف النظر في شغل سيارات ولا لا، في ابنائه للسيد عماد بهلوان كانوا موجودين اثناء تاسيسها للشركه. نعم. وهذا السيد عماد بهلوان هو اسمه موجود على كل الادخال المؤقت اللي فات للسيارات بطريقه مخالفه للقانون، وحضرتك كنت كشاف سيارات على البور. ما عندي اي علاقه مع عماد بهلوان، انا سيد رياض. نعم. بالجمرك في تعرف مين اذا عندي السجل الاسود ولا لا؟ اذا انا برتشا ولا لا؟ طيب انا سالتك سؤال واضح، بس بدي منك جواب مشان انا بعطي حق الرد للشخص. انت شو تعليقك على ما تنص عليه الماده بس لاخر مره؟ طيب رياض انا عم اقول لك انه هي المؤسسه تحت اللي انا شاري اصلا فيه وتنزلت عنها. طيب اول شيء ما فايت علي ولا قلش منها بس المعلومات مبسوطيه، انا ما مش مستفيد ولا قرش. يمكن تصديق سجلات هذه الشركه لحتبين انه انا مش مستفيد ولا قرش منها. طيب صحيح رئيس جورج يعني عنده كان موظف على البور كشاف سيارات بعدين نقل، بس هذا ما بيلغي انه بقي بمديريه الجمارك. الشركة الأشخاص يلي مشاركينه بتأسيسها لهم علاقة كان بمجال إدخال السيارات بالإدخال المؤقت هو الإعفاء الغير قانوني من الجمارك للأشخاص يلي ما بيستوفوا الشروط القانونية عموما، وعنده شركة أوفشور بيقول هو بأنه الشركة اللي هو عنده أسهم فيها هذه الشركة اللبنانية ما هيك فتحها هواية هوبي، عنده هوبي هو أنه يكون عنده أسهم بشركة خاضعة على إشراف إدارة الجمرك، وعنده شركة أوفشور بلبنان تشتغل برا لبنان محقق منها طبعا ما بيدفع ضرائب لبنان أو شركة أوفشور $1,000,000 قدر يشتري فيهم شقة باعترافه هو أنه هذا عم نحط بالحد الأدنى حق الشقة $1,000,000. أنه ما بعرف شو تعليقك؟ المبدأ العام مثل ما سبق وقلت أنه ممنوع يكون في تضارب مصالح بين الموظف وبين العمل يلي عم بيقوم فيه ضمن إطار إدارته. المادة 15 مثل ما حضرتك ريتا هذا المبدأ العام. وفيما خص الأمور الأخرى تبقى يعني العبرة هي للتبرير ولإعطاء التبريرات اللازمة مثل ما سبق وشرحنا. بس أنا قصدي عفوا يعني معلش بس بدي أسأل سؤال كتير بديهي، إذا واحد أنا قدران حقق أرباح بقيمة $1,000,000 اشتري فيهم شقة من خلال شركة أوفشور لبلاها الشغلة كلها سوا بالجمرك، انه ما عم بفهم. لا انه اذا بدي يكون شغله الثاني عم بحقق له معاش اضعاف راتبه الحقيقي، كيف انا بدي اقتنع انه هذا الموظف اذا بدي اسلم بروايته هذا الموظف هو يعني عم ببدي مصلحته على اي مصلحه اخرى؟ استاذ رياض هيدا طبعا اللي عم تتفضل فيه بيقدر يكون قرينه، ولكن هيدا المجال التحقيق الاداري، وهون بحب بس الفت النظر انه التحقيق الاداري الذي يجريه التفتيش المركزي هو غير التحقيق العدلي، لانه التحقيق العدلي ينطلق من جرم معين ثابت وينطلقون من هذا الجرم لاحالته على المحاكم او حفظ القضيه. نحن في التحقيق الاداري نقوم باجراء التحقيقات الاداريه لانه عم نتعاطى مع موظفين واداريين، وبالتالي عندما يتبين من خلال التحقيق الاداري ان هناك خطأ مسلكي تكون العقوبة مسلكية، وإذا تبين أن هناك خطأ يمكن وصفه بالجرم الجزائي يحال الموضوع أمام النيابة العامة التمييزية. بس أنا بدي أقول لك رئيس جورج هلا ما بدي أسبق كتير، بس إنه الشركة الثانية اللي عم بيحكي عنها أنا طلبت ملفاتها ما في شيء بقلب ملفها، يعني ما في ما في ما في ما في أو شو بسموها كشوفات مالية وخلافه، عم بيحكي $1,000,000 رئيس. أستاذ رياض أنا رح أعطيك طبعا تمام، هذا مش بس تفتيش، هذا نيابة عامة مالية مفروض تتحرك ولا لا؟ ما هذا اللي بدي اقول لك، خليني اكمل انه تما احكي عن هالموضوع وكون عم بعطي راي مسبق بملف مفهوم
يعني واجب ان يكون عم حقق فيه قبل. خليني اقول لك بملف حققنا فيه فيما خص موضوع معين تناولنا فيه كل الماليه الخاصه لهالشخص، يعني طلبنا كل التصريحات، يعني هو صرح انه افترضنا شاري هالشغله ودافع حقها واحد، طلبنا من وزارة المالية تعطينا كل الجداول عن الشركات الموردة وكل ما يتبع ذلك، وعملنا تحقيق مالي دقيق جدا توصلا الى احالته عن النيابة العامة. هذا الشخص؟ لا، عم بعطي مثل شو فيكم تعمل كيف نشتغل. يعني ما بنوقف عند ظاهر الامور، دقق بالتفاصيل الموجوده. صحيح صحيح صحيح، يعني بنفوت بكل التفاصيل لانه في كثير اوقات استاذ رياض بين معنا انه في تبرير لظاهر اذا بدك الثروه العامه. في كثير احيان بين هذا الموضوع، استثبتناها وراح تحقيق على الهيئه المصرفيه الخاصه واجت النتائج وفتنا بجداول حسابيه وعمل تابلو اكسل وشفنا الانبوت والاوتبوت، وبالتالي بين انه في توازن. يعني في اوقات بتظهر وفي اوقات اخرى بين العكس. ببين بالتحقيق هيدا 100%. مشان هيك نحن قلنا ما حنصدر احكام، بس نحن عم نسال اسئله مشروعه بموجب عما هو ظاهر من ظاهر الامور. خلينا نقولها عموما رئيس جورج، انا كنت يعني حابب بركي بنحكي معك بموضوع موضوع التلقيح، وخصوصي تقريركم اللي قال بانه 90% من التلقيح حصل من خارج المنصه. صح ما لا صحح لي؟ لا خليني اوضح لك هالنقطه. وضح بس سريعا لان الوقت بلش يداهمنا بدقيقه. في بقول لك انه اليوم وهيدا برجع برد اذا بدك لبيت القصيد، لا يمكن ان نصل الى اصلاح اداري ما لم نعتمد الاداره الرقميه، وهيدا شيء قلته من 3 سنين ونص، امبارح قلته واليوم رح اقوله بكره رح ارجع اقوله. انا من سنه طورت منصه اسمها امباكت انتر مينستيريال بلاتفورم فور اسسمنت كوردينيشن اند تراكينج، يلي هي بتجمع الادارات العامه والبلديات وبنقدر نوصل لما يسمى الاي جوفرمنت يلي بنحلم فيه انا وياك وكل شاب وصبيه. اذا من خلال هالبلاتفورم قدرنا نوصل لعدة تطبيقات، أكيد عم تسمعوا تطبيقات طلبات الأذنات وتطبيقات التراكينج لكل الأشخاص يلي عم بيدخلوا على مطار بيروت، وهلأ مؤخرا خلينا نقول بالتعاون مع وزارة الصحة موضوع الفاكسين. لما نحن بنشتغل على إدارة رقمية اليوم ومندير هذا المرفق والاستراتيجية الوطنية اللي وضعتها وزارة الصحة مشكورة على منصة بلاتفورم إمباكت، فيني أكد لك أنه الأوفرسايت يلي الرقابة اللي عم نعملها هي رقابة إدارية، وهون رقابة رقمية بعتذر. ولما بنقول رقابة رقمية معنى ذلك أنه الأمور كلها بتكون واضحة عنا يوم بيومه. أوكي. في عنا جداول تحليلية داشبورد بيقدر ينطلق منها هذه الأرقام. قديش نسبة جورج بس؟ إذا بنقرأ تقرير، إذا بنقرأ التقرير اللي صدر عن تفتيش مركزي نهار سبت الماضي بيّن أنه في تفاوت بالأرقام اللي موجودة على المنصة والأرقام يلي صرحت عنها وزارة الصحة بأنه أجرت فيها اللقاحات، بيّن فيها حوالي 6500 رقم. سرعان ما بدرنا إلى إجراء تحقيق سريع تبين فيه أنه خلال الأربع أيام الأولى كان في بعض المستشفيات خوفاً من أنه يضيع اللقاح وبالتالي تنتهي مدته، وعملاً بكمان أنه في بعض الأشخاص نظراً لسوء الطقس لم يأتوا إلى المواعيد المحجوزة، عمد المستشفيات إلى إعطاء التلقيح إلى كل الأشخاص، لقاحات الأشخاص الذين وصلوا إلى المستشفيات. هيدا تبريراتهم. في بعض الأمور يلي انحكت على أنه المنصة ما لبت هذا الموضوع، هيدا أمر أنا برفضه كليا لأنه نحن بنشتغل على منصة على لوك سيستم. لوك سيستم ببين إذا بدك كل حركة كل ثانية بثانيتها كيف تتحرك المنصة مثل تخطيط القلب. أوكي. هلا انا بدي ضوي على الاشياء الايجابيه بس. هذا التعاون ما بين الرقابه اللي عم يجي التفتيش المركزي وما بين وزاره الصحه التي تنفذ هذه الخطه الاستراتيجيه الوطنيه اللي هي بتهتم بصحه المواطن اليوم، فيني اقول لك انه هذا التعاون لصيق. هذا الاسبوع وزاره الصحه اخذت بكل التوصيات يلي وصى فيها التفتيش المركزي لسد كل الثغرات وازاله كل الشوائب من امام هذه الخطه. أوكي. واليوم التقرير اللي راح يصدر غدا صباحا راح يبين انه كل هذه الامور اليوم عولجت واليوم صدرت قرارات شفهيه صباحا ابلغت فيها من قبل وزاره الصحه على انه الانفنتير يلي هو حركه التوزيع العام وحركه توزيع المستشفيات للقاحات ستدخل على المنصه، وعمليه الكلينيك موبيل يلي العياده المتنقله ايضا ستدخل على المنصه، يعني بالتالي كل الداتا راح تفوت على المنصه وسيصير في عندكم قدره تعملوا مقاربه كامله. وفيني اقول لك نحن عملنا هالاسبوع ديلي ريبورت، طلعنا رابور يومي كرمال نقدر نضبط دقائق الامور وما نترك ابدا ابدا ولا ثغره، وشاركنا الراي العام بهذا الامر لسبب اليوم المواطن حقه يكون عم بيشارك بالرقابه على صحته العامه. وضحت فكره. يعني هلا بعرف هذا موضوع بيسوى نتوسع فيه اكثر كان، بس للاسف ولسبب ضيق الوقت انا بدي اضطر يعني نوقف عن هذا الموضوع.
بدي اتشكرك رئيس جورج عطيه، استبقيناك لفتره طويله بس بعتقد كان الموضوع مهم وبيستحق بانه تبقى معنا لتشوف شو بين معنا بتحقيقاتنا. شكرا لك سيد جورج. شكرا لك. الله طيب هلا قربنا خلص الوقت، ما بدي اتوسع كتير، انا بس بدي اقول من خلال يلي عرضناه اظن الامور واضحه صارت. لما اقول العصابه بعتقد صارت واضحه الامور، بس الاهم يلي لازم تعرفوه على البور، وهذا الكلام للأجهزة الأمنية العاملة على البور، مش بس أنتوا موجودين تحت، في فلان وفلان الجهاز الفلاني والفلاني والفلاني، وفي وحدة التحقيقات الاستقصائية والجهاز الأمني يلي سقطوه بالبور بهدف مكافحة الفساد، وما كان عنده شغلة وعملة غير مكافحة يلي معقول يكونوا عم بيتعاونوا معنا ليبعتونا تسجيلات وخلافه، فشل في كبحنا، فشل. من هون وبالرايح فيكن هلأ اتبلعتوا، فقلت لكم من قبل عملوا أكاونتات وهمية، هددونا، قللوا أخلاق مثل العادة. مثل ما شافوا المشاهدين نحن تعاملنا معكم بأخلاقية كاملة، أعطيناكم حق الرد وحكيناكم بكل مهنية صحفية لما كنا عم نعرض معطياتنا ومستنداتنا أو الوقائع اللي عندنا، أعطيناكم حق الرد وما جربنا ولا بأي شكل أنه نقوطب عليكم أنتوا عم تردوا، تركنا هذا التقدير للرأي العام.